بهدف بناء علاقات تجارية واكتشاف أحدث المنتجات والخدمات المبتكرة في مجال صناعة الأغذية في شمال إفريقيا، تم افتتاح المعرض المهني للصناعات الغذائية جزاجرو في طبعته 20 من قبل وزير الفلاحة عبد الحفيظ هني ونظيره الإيطالي فرانشيسكو لولو بريجيدا. هذا المعرض الجزائري اللي راه في يعني في لا 20 ميديسيون كان عدد من يعني لي زيكسبوزون اللي راهم حاضرين هنايا، وهي الارتباط يعني التطور وارتكاز السياسه الاقتصاديه للبلاد وبالخصوص كل شعب الفلاحيه يعني نطوروا ونروحوا للصناعه التحويليه بصفه عامه، لكن فيها قيمه اضافيه، فيها خلق مناصب شغل وفيها كذلك الطموحات للاستيراد ان شاء الله. صالون جازاغرو عرف مشاركة 600 عارض أغلبهم من شركات أجنبية متخصصة في الصناعات الغذائية والعتاد، تتقدمهم إيطاليا ضيفة شرف الطبعة. احنا كشركة إيطالية الهدف نتاعنا إرضاء الحريف وإرضاء الأسواق العربية الكل، معناتها منها السوق الجزائرية اللي هي بالنسبة لنا سوق مهمة ياسر، علاش؟ خاطر الثقافة معناتها نتاعت الحلويات والمرتبات في الجزائر عندها قيمة، واحنا ديما نمشيو نستحفظوا على الصحة نتاع الحريف، خاطر احنا القوالب نتاعنا الباتسري ولا الخبز ولا اي نوع من المرتبات معمول بالورق والورق صحي. كل عام نشاركوا في جازاغرو دونك ديما موجودين، احنا ديما كيما قلت لك عندنا ديك ليون ديجا الجيريان هنا ليبيان، دونك ديما اون كونتاكت ديريكت مع نو كليون احنا كو سوا بور لي كليون اكزيستون ولا بور افوار دوتري كليون جدد ان شاء الله. لو سالون جازاغرو هو فرصه لينا باش نقربوا من الشركاء الفاعلين تاعنا في هذا لو دومين اللي هو لومبالاج اون كارتون اوندولي، او ميم طون سي اون اوكازيون لينا باش نعرضوا اخر منتجات، دونك لو بوت ريست 100% اقتصادي، اي او ميم طون عندنا لي زومبالاج جدد باش نوروهم. المعرض المهني للصناعات الغذائية جازاغرو إلى جانب كونه دعامة أساسية تساهم في تطوير الصناعة الغذائية في شمال إفريقيا، فهو فضاء يتم من خلاله تعزيز التبادلات التجارية والشراكات الدولية بين مختلف المؤسسات الرائدة في المجال.